عيشوا أحلى لحظات عاشور العاشر مع خبير السيلفي أوبو F3. أوبو كاميرا فون. قررت انك انت سلطان عاشور العاشر اللي بدك تتزوجها. كيفاش؟ شكون انايا؟ خاطيني او قالها فمو. مش ديك الحصله تاع سواتش؟ عسى أن تكرهوا شيئاً هو خير لكم يا مولاي. هذه اللي راني شد بها مولاي. ربي يطول في أمرك ينقص من عمري. آمين. حبيت نسقسيك مولاي، داك تزوج دير العرس. أوبليجي رشلاوي أوبليجي. أنا كنت ساعفني نديرو عرس في رحبة، هكذا المصروف يجينا ناقص. عباك بلي أنا خابطك تخرج من الطاقة هذه. هيا خسرنا وسكت. اسمح لي مولاي. عاشور هادي مليحه مصيبه يطيحها فوق ريسانا وانت قاعد هنا تقصر معاك لي ما كان والو. انا نقصر قد فهمتك مولاي. قلتي خف انت اني لا انايا وتقولي لي راني نقصر. اني حاصل ياك عارفه بلي احنا نتزوج وني خمم نتزوج ما نتزوج نتزوج ما نتزوج دوكا لازمني نتزوج دوك اذا كان كتب لي ربي باش نسوفري السفري ونسكت. وش عندي؟ انت جاتك على قلبك. انا جاتني على قلبي ياك سمعتي سليمان كيهضر هو اللي فرض عليا بنته. وش حبيتيني ندير انايا؟ الله خالق انا الزواج قبلت به غير باش نسلك روحنا فهمتي؟ حن بالك انت حاجه سهله دوك نروح نزوج مع وحده كيما مريم هذيك. مرمو من غيظك هي سوفرونس كحله. وانت ما تعرفش تهضر؟ ما تعرفش تقول له الا؟ سليمان كعب تتخلط علينا ولا كيف؟ شوف عاشور غادي هاد الزواج تنساه وماذا بك هذا سليمان وتقول له بلي ما نتزوجش مع بنتك. راك تسمع هذه قوليها له تي انايا نروح نشوف دوكا وين نرقد على روحي خاطش على بالي بلي لو كان نقعد معاك دوكا هنا في الشومبرا حتتخلط. راني عارف وصحة يا راسها صحة اللي تتشكي فيا صحة. روح دير الخير في الناس. مو هربت من رستم عشان اتجوز عاشور يا امي. هاي الحل الوحيد يا مريم مشان ابوك السلطان ما يستر فرمان موتك وبعدين انت حتصيري سلطانة هاي المملكة. مملكة شو يا امي؟ بابا بيسمع كلامك بترجاك قولي له. بوس ايدك يا امي. مو بعد العملة اللي عملتيها يا مريم. أنا ما طلبت منك تيجي لهون. أنا طلبت منك تتجوزي مع رستم آغا بس أنت تصرفتي بخاطرك. مريم ما حدا بغير قرار السلطان. مولاي لازم نقتنوا هذه الفرصة ندفعوا له لافير تاع الديون باش يعاوننا. وأنت في رأيك يقبل؟ يقبل يا مولاي يقبل. السيد راه مقلق باش يريك يدي بنته ما عندوش حل اخر. مولاي لازمنا نردوا بالنا شويه. بعض المعلومات اللي عندي تقول باللي العثمانيين ما همش ساهلين في السياسه. لا حسره واش دخل العرس في السياسه؟ اسمح لي مولاي بصح انا ما رانيش قابل بهذا الزواج. كنت شوف سامعك خلي بالك بلي هذا راه مارياج فورسي
لو كان ماشي سليمان هذاك المعظم راح نقبل به هذا الزواج. هو اللي قال الله غالب. راهم جايين يا مولاي. والله كيما وصيتك يا مولاي كيما وصيتك. خاطيك. دستور مولاي السلطان سليمان المعظم. اهلا بالسلطان سليمان المعظم. لا سلطان اديني سليمان. انت الان صهري. باش نصرحك يا سليمان انا السهره خاطيني عشر العشر من بكري يرقد بكري. مولاي صهري يحب يقول نسيبي. بنبلش بالشروط. تفضل. بسم الله على بركة الله. شو هو شرطك عاشور؟ لا يا سليمان ما عنديش. إيه يا سليمان واش نسيت؟ شريط صغير عندي شوية ديون. واش نقول لك يا سليمان راني لله قلت بالك يعني تتسلكهم لي وهذا ما كان. خرجت في المستوى مولاي. مو مشكلة. أمور الديون أنا حتكفل بها شخصيا. بنبلش بشروطي. بلش انت بعد اليوم لازم تكون ولايتك لإلي. وبتعمل تحت امرتي. مولاي انا ما نقبش بهذا الشرط. سياده المملكه تاعنا ما نمدوها لحتى واحد. انت مين حتى تناقش اوامري؟ انا مين؟ انا ولي العهد الامير لقمان وليد السلطان عاشور العاشر قائد الجيش العاشوري. شو هي مسخره؟ انت قائد جيش؟ واش جيش 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 تويش تقدر تقول جيش وشيش كاع. وهذا وليدي في حقيقه انا دايرو باش يدي باني هذا مكان. تعزل ابنك من قياده الجيش. اي با عين قائد جيش من اقوى رجالي. مولاي ما تقول والو. اسمح لي بالانصراف مولاي. انصرف وليدي انصرف. الشرط الثاني خير ان شاء الله. الوزير حيتغير. حعين وزير من وزرائي وهو اللي حيدير امور المملكه وحيكون عيوني بهي الاماره. حيعينك على اداره امورها. مولاي ما تقبلش هذا الشرط. ممكن والو كان هو يبلبل بركة ويعتذر وكان من بعد نضب الراس. لكن انا قاعد في البوست. الشروط هي حتطبق بعد العرس. اوه بيفيه خلص الاجتماع. مولاي مصيبة. مولاي يا ودي ما كان والو انت مولاي. انا ضب الراس يعني عارف شنو ندير راني نخطط. انا نعرف كيف نقبضوا من بنتو واش بيه. نشوف النار. لقمان واش بيك؟ حوزني انا الامير والجنرال لقمان يحوزني. عبله استنى بالعقل فهمني شكون هذا اللي حوزك؟ السي سلطان سليمان قال السي سلطان عاشور نحي وليدك من البوست تاع الجنرال. باينه وبابا على جال الزواج قبل وما قال والو ياك. حاجه ما دارها قاعد شغل بني وي نفس ما تلبسوش معاه. صدق انا نعرف واش ندير. الزواج هذا غير ينساه. خلاص كلمي روحك يا لقمان انا راني معاك وما لازمش نخلو بابا يتزوج بمريم. بصح بالعقل. اسمع بالك ديرك شي حاجه تندم عليها. انا ما نندمش هو اللي رايح يندم. لقمان اذا راك ناوي تستعمل الجيش غير ما كان لها خش تتخلط. تخلط على روحها ما بالي بحتى واحد. مولاي مولاتي مولاي التيراميسو تاعك العادة مخك يريب. مولاي باغي نخبرك بصح ما تقولش النوري هو اللي قال لي. خير ان شاء الله واش كاين؟ رايحين يسوطوك اوفيسيال. جير روحك مولاي. مولاتي كليوباترا مولاي ملك دحمانوس مولاي سلطان الحبشة سمحوا لي على هذا التعطيل. أنا في بالي هذا الاجتماع يكون عند ملك دحمانوس. خيرت مملكة كليوباترا باش ما ديروش سميروس باش ما يشكوش فينا. في
تفكيرات جيدة مولاي دحمانوس وعملت مليح. المهم درنا هذه اجتماعيوس على ديال العرسوس تاع عاشور وتلمنحوس، وهاد العرسوس ما لازمش نداروس لخاطرش ما تخرجش علينا، سينو تخلص علينا مالوس. مولاي دحمانوس على بالك بلي السلطان سليمان عنده جيش قوي وما نقدروش عليه، وزيد مولاي عاشور دخل معاه في الخط وتفهموا في كل شيء، وزاد قال له بلي هو رايح يسدد الديون. السلطان سليمان مش هيسدد ديون المملكة العاشورية، ده هيستعمل القوة ومش هنشوف ولا مليم. احنا لازم نحذر عاشور اولا، وان اصر على الجوازة احنا نوحد جيوشنا ونقوم بالواجب. انتهى الاجتماع. قنديل هذاك هو جا الوقت باش نطلعوا لقمان يحكم البوفاريوس، لخاطر عاشور بدا يخرفوس والديقات ديالو بداو يسقامونا بزافوس. وراه يقول لك لو كان تتزوج يقتلوك. تعلمت ما تستحيش عند احمانيوس. وانت كي غادي تتزوج على مولاتي اختي؟ جاتك سهله هذه؟ ما كان ما دخلك مولاي. انا من الاول كان يظهر لي هذا الزواج مشكوك فيه. هيا دوكا كيفاه ندير انا؟ نتزوج نموت، ما نتزوجش نموت، واش هو الحل مولاي؟ انا تاخذ رايي يا تتزوج يا ما تتزوج، ما عندكش حل تاخذ مولاي. لقيتها مولاي. انا في رايي راك تخمم باش تلغي هاد الزواج. انوليو انا هادي ما خممتهاش. ها مولاي دروك حاب تتزوج ولا ما تموتش؟ فهمنا. هذا بيا لو كان اللقمان في زوج نتزوجش وما نموتش، على ذي خساره فيا. ها شي خير. يا سكان المملكه خبر هام، لي سمع سمع ولي ما سمعش الله لا سمع. يا سكان المملكة خبر هام، لي سمع سمع ولي ما سمعش الله لا سمع. الباجي شاشيتك واش دورتها عثماني؟ باجي ريح لي جايدي لو الدنيا مع الوقف. المهم مولاي عاشور العاشر ربي ينقص من عمركم ويزيد في عمره، راهو يعلمكم باللي راح يعاود الزواج مع مريم بنت السلطان سليمان، وراهو يقول لكم الطباسه تاع الفلو ولي سيرفيس تاع الماء راهو ما يقبلهمش. دارها عاشور يا خمسه في عينيك. وحنا واش نربحو؟ تربح الريح، ولكم ما تبعش الكادو المولاي تربح العيب. حقرونا بالله ما عمرك معك انت. صح عمي برهين جابك ربي. خير خير نورية. عمي برهين الكوستيم هذا متاع مولاي اللي مش حضر به العرس لقيته مبقع بالزيت، والتاشات ما حبوش يتحاو بالكل بالكل، عملت المستحيل شيء، خايفة من مولاي. هاتني نشوف. عمي برهين هي مش تهمة، أما أنا نظن اللي مولاتي رازان هي اللي وسخته باش تبطل العرس. ما تخميش نورية، عندي جال لوشال جديد قوة الملايين ينحي كامل الطاشات، بعثه لي خبير ألماني. روحي مهنية. يعيشك يا عمي برهين، من غيرك شنو نعمل؟ الحمد لله يا ربي. بلا مزيه. يعطيك الصحة مريم. هكذا درتك كي اختي، سكنتك عندي، سلبت لك حوايجي، ومع الاخر تخرجي لي خرجه كيما هادي بابا ديريكت. عبلة انا ما طلبت هيك شيء، انا مو راضيه بهي الجوازي، وانتي عارفه انه مو السلطان عاشور اللي عاجبني. هي صح على كل حال بابا ماشي جورج كلوني، بصح انتي اذا ما راكيش حابه تزوجي به علاش ما تهربيش؟ مستحيل، بابا السلطان سليمان ما راح يتردد ويقتلني اذا عصيت اوامره مره ثانيه. أميرة عبلة كيف حالك؟ حلي باباها حيعود زواج مع وحدة قد بنته. أنا متفهمة وضعك، بس السلطان سليمان المعظم لما بيصدر أوامر ما حدا بيوقف بوجهه. هديك عندكم في اسطنبول، هنا راكي في المملكة العاشورية، فهمتي؟ خلص أمي شوفي شو بدك. عمتك السلطانة خديجة بعتت لقماشات مشان تبلشي تختاري،
لنجهز فساتين العرس. حاضر. الوزير، وعلاش حوست عليا؟ مولاتي، ولادي على بالي اللي ما تحبينيش، والعلاقات انت انا متوتره. مزيه على بالك، بصح نظن باللي جا الوقت باش نتحدوا، لان عندنا عدو واحد. دركي حسيتها في ظهرك وجابوك براك، باغي تتفاهم مع السلطان رازان. غير حوس عليك شي واحد اخر، انا ما نتفاهمش معاك. الشي اللي ما على بالكش بيه، ماشي انا الوحيد اللي رايح نجيبها برا. الا راك تمعني عليا، حتى عاشور لو كان يتزوج نبقى دائما سلطانه، والحكم يرجع لولدي لقمان. اذا راكي طامعه باش مولاي لقمان يتربع على العرش، نساي خطش. لو كان مولاي عاشور يتزوج بالسلطانة مريم وتجيب ولد، الولد هو اللي راح يخلف مولاي عاشور. وبعد الزواج المملكة عاشورية تصبح ولاية عثمانية، واللي يتحكم ما يكون إلا من سلالة السلطان سليمان. كيفاش؟ هذه كامل تسمحش بيها؟ المشكل ماشي تسمحي ولا ما تسمحيش، المشكل داركي قادرة من عيش إلى راح يسرع. صح. وترك الحل كيفاش؟ السلطانة مريم لازم تموت. تموت؟ قبل العرس. وعندي الخطة الكاملة. يا حبابا راني مع مولاتي، راهي في الديوان. بصح انت واش دخلك؟ ما تدوريش بزاف، تعرفيني بلي ما نحبش تخلطوا الدور. هادشي ما رانيش قابله بك، وراك تزير. اي مالا كون نقبل بك خلات. لا لا ما تخلاش، هي قبلي برك. الزمن وراك وانا قصير يا حبابا. يا قلبي قلبي قلبي، هاي لعبت لك كتير. الحمد لله احنا هنا قاعد مسطورين، والشطره مليحه. هاي المملكه حترجع احسن مملكه في الناحيه هي. انت يا عاشور حتكون اقوى سلطان ان شاء الله. شوف يا عاشور، في شي مضايقك؟ تكلم. مين ضايقك؟ الزواج هذا راني فرحان بيه بزاف يا سليمان، بصح راني خايف. قارم ضدي في القصر وحتى السلاطين. ما تخاف عاشور، ما في حدا حيلمس شعره منك. مش الشعر اللي راني خايف عليه، خايف على رقبتي يا سليمان، رقبتي خايفه الى الطير. هاي لك سلطانه موسلين اللي قلتي لي عليها باش نديرها لك غوبوليرو. مسي مسي كثير حلو، يسلموا ايديكي. حلو ولا ماشي حلو، غادي نخبطك كبسومه نعوج لك مخك. شو بتقولي؟ لا وشي قلت لك مولاتي كاع الليل وانا نخيص فيهم. هاي لا غوب تاع الحرير، شوفي كي خرجت. وهادو زوج اللي راهم تحت التصديره، شايفه؟ هاي مريم نفس اللي لبستها يوم عرسي. خلص امي اديها مصاريها وبعدين نجربهم. سلطانه مولاتي. ايه راكي جايبتها؟
أكلة تخيري في الروبات. سلطانة رزان تفضلي نقي واحدة منهم هدية مني. شوفي هاي كتير حلوة مو؟ ماموش هديك لبسيهم غير انتيا، أنا منيش طلابة عندك. كيف تتجرأي وتحكي معي هيك؟ هدية السلطانة هي ما تنرفض. أنا ما عم بطلب منك، أنا عم بأمرك أمر. خديا هيدا أمر. شوفي لالا، إلا أنت تقبلي راجلك يكون بونسيوات، أنا هدي ما نقبلهاش. وفي هاد الساعة أنا اللي نمد الأوامر في هاد القصر. والعرس؟ مازال ما ندارش. سلطانة؟ السلام عليكم، صافا؟ كراكم الشيرات؟ راكم غاية؟ ما خصكم نجيبكم شوية فلان بالشيكولا ولا لاتاي ولا؟ الحمد لله يسلموا إيديك. ما تخموش راني هنا على بالكم. شكرا. صحيتي. نور. يلا 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 هاك طلعت حنين يا بابا. لا أنا كنت في الطريق. يتنسمع الزقاع والعياط الطباسة يتكلموا العواب يجيروا كيما هكدا وكلاب يتنابحوا شنقول لك؟ أي دخلت نسلك هذا مكان. وانتي غزاية الفيسع جيت تجري برا سبق الكوجينة هاني جاي باش نتفاهم معاك. ما قلت والو خلاص واحد يشوف شوية تحسبوها له بزاف. بن عمي معقول كيف تحكوا مع رجالكم؟ شوف سلطانة احنا اللي تدور برجالنا قصوا لها راسها ديريكت. سلطانة خلعتني يا قنديل، كنت نحوس عليك مولاتي بعدتني عندك. شوي ما صير المملكة بين يديك، شدي هالدواء خدوة تدخلي الكوزينة وتفرغيه في كاس السلطانة مريم. قتلوها؟ لا لا نزيدوا لها في الحياة. ديري واش قلت لك ما تعاوزيش تفهمي. قلتي بلكي في قومك. وحدة زوج ثلاثة أربعة وراي الخمسة. برهان سحقك مولاتي. برهان نهدر معاك. سامحيني مولاتي راني مقلق شوية، خصتني قرعة من قرعة نتوعي ومن داخل فيها السم. غير ما كلا تحوس عليها، ده الوزير قنديل. الوزير قنديل؟ اه سمعتو يهدر مع الخادمة هاديل، حبوا يقتلوا السلطانة مريم غدوة في العرس. السلطانة مريم؟ كيفاش؟ الوزير متهور لهالدرجة؟ حب يحبس العرس باش يدمن بلاصتو. اسمحي لي مولاتي، الوزير على باله لو كان يقتل مريم السلطان سليمان ما راح يخلي حتى واحد فينا. والوزير ما راهوش غبي لهالدرجة. واش حبيت تقول برهان؟ هدر انطق مولاتي. الوزير حبي يقتل مولاي عاشور العاشر. وشنو؟ برهان على بالك واش راك تهدر؟ مولاتي الاجتماع السري اللي داروه الملوك باش بعثوا بريد التهديد لمولاي عاشور العاشر، الوزير كان حاضر معاهم، شافوه كيدخل القصر نتاع الملكة كليوباترا. نلحقوا البابا. اسمعي مولاتي ما تتسرعيش، على بالي واش راح نديرو. Yeah.
من اليوم ورايح السلطان عاشور حيصير سهري، واللي بيخالف أوامره بيخالف أوامري، لأنه صار طرف مني، وهي السيف هدية مني، حتكون نعمة عليه إذا كان مخلص لإلي، إذا عصاني حقطع راسه بيها. يايبا تفضل عاشور. والله الله ينورك، الله ينورك سليمان أخويا. تفضل. هذاك مكان خاصو، زاد له حتى السيف. متقلقيش مولاتي، دوق تفرع تنو منهم. إليك الكلمة. وش نقول لك خويا سليمان، أنا يعطيك الصحة على هذه الهدية اللي عجبتني بزاف بزاف. إيه ونحن نتمنى وإن شاء الله نكونوا في المستوى ونفرحوكم. إيه وصافي بليزير وهذا مكان. موسيقى. عيشوا أحلى لحظات عاشور العاشر مع خبير السيلفي أوبو F3. أوبو كاميرا فون.